بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني محاضرتنا زي ما حكيت هي introduction، راح نحكي شوي عن الكور سيلابس للمادة اللي هي الويب ابليكيشن ديفلوبمنت. هاي المادة مثل ما انتم عارفين هي يعني متطلب لطلاب البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات. برأيي يعني هي من اهم المواد اللي موجودة، او ما جاي يعني مش احكي من اهم المواد، بس هي مادة مهمة جدا لكل طلاب. اي حدا الاي تي with IT background لازم يكون عنده فكرة عن الويب ابليكيشن ديفلوبمنت، وكيف ممكن احنا نطور مواقع او نطور ويب سايتس from scratch بحيث انه تساعدنا انه نصمم مواقع على الانترنت. طيب رأيكم ليش هاي المادة، يمكن يقدر هيك يحكي لي ليش برأيكم هاي المادة مهمة بالنسبة لكم كطلاب IT؟ حدا عنده فكرة ليش برأيكم ندرس هاي المادة؟ ليش موجودة هاي معكم بالخطة الدراسية؟ حدا عنده أي فكرة؟ يعني زيادة عدد محطوطة بين المواد، ولا فعلا لها أهمية؟ اللي مش حابب يحكي يقدر يكتب على الشات يا شباب. انتوا اكيد سامعيني ولا بحكي مع حالي؟ سكوت احمد جميل. بدنا شوية تفاعل يا شباب، لكن ما بنفع يعني صراحة بعدنا اول محاضرة باول يعني هي introduction، فبفترض انه بدنا شوي هيك نحكي يعني وندردش وناخذ الموضوع. تسنيم سامعين، فكنت اسال انا تسنيم انه برايكم ليش هاي الماده مهمه، او ليش لازم ناخذها في ضمن تخصصاتنا الاي تي؟ يعني ليش هاي الماده موجوده؟ هل هي بس انه نعبي الخطه الدراسيه تبعتنا، ولا هي اللي فعلا لها اهميه؟ شو رايكم اهميتها؟ يعني هذا ممكن يتبرع يحكي لي. يعني كونها من تفضل أنس. المادة أكيد نتعلم إحنا منها إنه كيف نعمل مواقع إلكترونية، كيف نبرمج صفحات ويب. صحيح. إنه هو تخصصنا أصلاً، يعني ممكن واحد لو بده يشتغل ويب ديفلوبر أو شيء زي هيك. تمام. كلامك صحيح أنا، شكراً. يعني هي بصلب تخصصك، يعني أنت جزء من الأشياء اللي لازم أو المهارات لازم تكتسبها، كيف ممكن تصمم موقع على الإنترنت. تمام، حالة نفس الشيء بتحكي عشان نعرف انشاء مواقع. صحيح كلامكم. طيب ليش انا بدي اعرف انشاء مواقع؟ يعني احنا لو نطلع شوي هيك حيولانا، نطلع على البزنس اللي شغال في العالم حيولانا، بنلاحظ انه في الشركة تجارية بالعالم غير صار لها موقع على الانترنت، صح ولا لا؟ وفي الشركة يعني خلينا نحكي بدها تتواصل او بدها تقدم خدمة افضل للعملاء تبعونها الا عملت موقع على الانترنت، وصارت تبني علاقات بينهم بين الكلاينتس او الكاستمرز عن طريق مواقع الانترنت. بالتالي ما بنقدر، يعني احنا ما بنقدر نتغاضى عن اهميه الانترنت بشكل عام، وجود الانترنت از تول او فاسيليتي تول، يعني شيء بيسهل حياتنا، ونحكي والله ما بدنا نتعلم مواقع الانترنت. يعني انتم بتطلعوا هلا الحكومه لها مواقع الانترنت، القطاع الخاص كله له مواقع الانترنت، القطاع التعليمي له على الانترنت، المواقع صارت موجودة في كل بآلاف بالملايين، والموقع له خدماته، صارت الناس تتسابق بآلية تقديم الخدمة الأفضل للعملاء أو للمواطنين بشكل عام. فبالتالي جزء أساسي من شغلنا لازم نركز عليه أنه كيف هاي المواقع يتم بناءها. فلذلك هذا الكورس يعني بده يحاول يعطيكم introduction أو يعني مقدمة، خلينا نحكي انه كيف احنا راح نبني موقع على الانترنت، وليش انا بدي ابني موقع على الانترنت، شو الصفات العامه لهذا الموقع، وكيف انا بدي اقدمه بافضل طريقه ممكنه. هلا بجوز اي واحد منكم لو اساله يقول له مثلا انت لو دخلت على اربع او خمس مواقع بتقدر تقيم لي هاي المواقع؟ يعني تقول لي والله اكثر موقع حبيته، اقل موقع حبيته، اكثر موقع والله لفتك فيه شيء ولا لا؟ اكيد يعني كنا بكون عندنا قدره انه نقيم هاي المواقع. تحكي والله انا موقع امازون مثلا بحبه كثير، بحسه مصمم بطريقه سهله بقدر اتعامل معه. في موقع ثاني مثلا اي باي او علي اكسبرس بحسه كثير مخربط وما بقدرش اتعامل معه بسهوله. لذلك
جزء من الأشياء اللي لازم نهتم فيها إنه هذا الموقع لما احنا نعمل له تصميم كيف بده يظهر للمستخدم، كيف بده يظهر لليوزر. لذلك هذا الكورس يعني بيركز على شغلتين اللي بنسميه الكلاينت سايد ديفلوبمنت والسيرفر سايد ديفلوبمنت. هلا اي موقع على الانترنت في له جزئين رئيسيات، الجزء اللي بنسميه الكلاينت سايد، الكلاينت سايد هذا اللي هو بيظهر للمستخدم، بيظهر لك امامك انت لما تدخل تكتب www.amazon.com الشيء اللي بيظهر امامك هذا اللي بنسميه ايش الانترفيس، هذا اللي بنسميه الكلاينت سايد. هلا احنا بالكورس تبعنا راح نركز اكثر على الكلاينت سايد بهذا الكورس. هلا في ويب ابلكيشن ديفلوبمنت 2 راح نركز اكثر على اللي هو السيرفر سايد، اللي هو شو بصير بعد ما نعمل لوجن، بعد ما اعمل سبميت، بعد ما اعمل كليك على اي موقع شو بصير بالباك جراوند، شو بصير بالخلفيه. هذا الشيء بنسميه اللي هو التعامل مع السيرفر، كيف الاشياء بتروح تتخزن بالداتابيز ونعملها ريتريف من الداتابيز، كل هاي التفاصيل راح نتعرف عليها في كورس سابق. هلا في كورسنا الحالي راح ناخذ انترودكشن شوي عن السيرفر سايد، بس اغلب التركيز راح يكون على الكلاينت سايد. لذلك احنا بما انه بنحكي عن الكلاينت سايد راح نتعامل او نتعلم 3 مين كومبوننت او توبكس، هذول الاساسيات في اي كورس لتصميم المواقع على الانترنت او تصميم المواقع، تمام، اللي هم ال HTML، تمام، وال كاسكيدنج ستايل شيت ال CSS، والكلاينت سكريبتنج يوزنج جافا سكريبت. هلا هذول اللغات البرمجه او التكنولوجي السميه اللي تسميهم، هذول جزء اساسي من بناء اي موقع على الانترنت. ال HTML اللي هي الهايبر تكست مارك اب لانجويج، اللي هي لغه برمجه نصيه بتعتمد انه انت تساعدك انك تعمل الكونتنت او تكتب تصمم الهيكليه العامه للموقع اللي انك تبنيه. بناء على ذلك في له سبورتيف اللي هي بنسميها الكاسكيدنج ستايل جديد، اللي بتساعدك تعمل فورماتنج افضل. ولما نحكي فورماتنج بنحكي اكثر عن الفونت، عن الكالرز، عن الانيميشن، عن كل هاي التفاصيل. بيجي برضه سبورتيف كومبوننت لهم الجافا سكريبت، اللي هو بيعمل لك المواقع اكثر بتكون انتراكتيف، يعني الموقع بصير عليه بتقدر تضيف عليه شغلات او فيتشرز بتساعد انه يكون في تفاعل اكثر مع الكلاينت. هلا كل هدفنا من استخدام هاي التكنولوجيز انه نصمم موقع على الانترنت، واحنا بنصمم موقع على الانترنت ما لازم نتغاضى او نغفل موضوع اللي هو اليوزر انترفيس. يعني احنا جزء اساسي راح نتعلمه في هذا الكلاينت سايد او في هذا الكورس انه انا كيف بدي اصمم موقع يكون مناسب للكلاينت، يكون مناسب لليوزر، بيفهمه، سهل، ما في تعقيد، في شيء يجذب انتباهه، في شيء يلفت انتباهه. كل هاي التفاصيل ان شاء الله راح نحاول يعني نغطيها او نتطرق لها في هذا الكورس. بس جزء اساسي راح نتعلمه اللي هو كيف احنا راح نكتب الكود، يعني جزء مهم جدا. جزء اذا بعض منكم عنده خبره او مر عليه او عنده اهتمام، يعني موضوع التصميم الواقع على الانترنت باي ذا واي يعني هو صار ترند، او في كثير ناس حتى ما لهم علاقه بالاي تي صاروا يتعلموه، وجود سهل عليهم هذا الموضوع، وجود ادوات او تولز جاهزه ممكن انت تعمل تصميم موقع على الانترنت بدون ما انت تكتب ولا كود. وهذا الشيء صحيح موجود، يعني انت في سوفت وير معينه، في برامج ممكن تساعدك تعمل تصميم موقع على الانترنت الانترفيس كامل بدون ما انت تكتب الكود، كله عباره عن ويزرد بس دراج ودروب وامور بسيطه جدا. بس احنا في هذا الكورس كون احنا طلاب اي تي بدنا نتعلم البيسكس، يعني ضروري احنا كطلاب نعرف اذا البرمجيه هاي بتعمل دراج ودروب، شو اللي عملت الدراج ودروب، شو الكود اللي انكتب عشان يعمل هذا الشكل، او شو الكود اللي انكتب عشان يغير هذا الفورمات او هذا الديزاين. فاحنا راح نركز في البدايه على الاشياء اللي راح تكون يعني بالطريقه التقليديه، نكتب كود، نتعلم كتابه الكود، نفهم الكود، ويعني بدون ما يكون في عندكم اي يعني تصور مسبق. يعني في ناس بقول لك برمجه صعب، لا، الكودات كلها بسيطه ما فيها شيء يعني كثير صعب، وزي ما نحكي احنا بنبدا من الصفر، فبالتالي الامور راح تكون تدريجي وسهله. يعني في البدايه راح نتعلم البيسكس، وون باي وون راح نصير نكتب كودات ونصمم مواقع بطريقه سلسه وسهله بدون ما نحتاج نستخدم اي من الادوات. هلا ليتر اون ممكن في نهاية الفصل أو في آخر الشابترز نتعلم بعض السوفتوير أو بعض البرمجيات اللي بتساعدني أنا أكتب كودات.
وهذا الشيء بنكسب احنا ميزه، تعلمنا الطريقه التقليديه. لو ما عندك برمجيه تقدر تكتب الكود لحالك، وبنفس الوقت تقدر ليتر اون تستخدم البرمجيات بالطريقه الصح. حتى البرمجيه اللي موجوده بدها تصمم فيها موقع على الانترنت بتصير عندك القدره تعدل عليها وتعدل على الكونتنت او على الكود اللي موجود فيها بكل سهوله. تمام. فلذلك يعني اتوقع الكورس ان شاء الله يكون خفيف لطيف عليكم، ما يكون كثير معقد. يعني المتابعه اول باول جدا مهمه، الدراسه اول باول نفس الشيء زي ما حكينا، الاكسرسايز الحل العملي يعني هو الكودات اللي فيه بسيطه، فبالتالي انت كل ما مارست كل ما طبقت اكثر كل ما كان الموضوع بالنسبه لك يعني ابسط والامور رح تصير سلس. هلا احنا اعتمدنا في هذا الكورس يعني اكثر من مرجع، اهم مرجع او اكثر مرجع بجوز متداول او كومن اللي هو الكتاب هاو تو انترنت اند وورلد وايد ويب هاو تو بروجرام، اللي هو تبع سلسله اللي هي ديتل اند ديتل اند ديتل. فلذلك يعني هذا موجود بالمكتبه. هلا اللي بالمكتبه بالجامعه موجوده النسخه الخامسه 5th اديشن اي ثينك انها موجوده. عندي اتوقع سوفت كوبي بس مش للنسخه الخامسه، النسخه اللي اقدم شويه. وبس عموما يعني بين النسخ مش كتير راح يكون في يعني خلينا نحكي اختلافات اساسيه، اختلافات بسيطه جدا. انا مبدئيا راح اعملكم ابلود للبوك على الاي ليرنينج، يكون مرجع لكم في الاكسرسايز في كل التفاصيل. طبعا احنا ما راح نغطي كل التشابترز، راح نغطي تشابتر يعني شباتر معينه من الكتاب. الكتاب فيه اكثر من 20 شابتر، احنا راح نركز اكثر على الاشياء اللي راح تهمنا بالكورس حسب الليرنينج اوتكم. وفي عندي برضه كتاب ثاني برضه موجود عندي السوفت كوبي له، راح اعمل له ابلود، اللي هو اسمه ويب بروجرامينج وذ اتش تي ام ال 5 اند سي اس اس اند جافا سكريبت. برضه هذا الكتاب جدا يعني بسيط وحلو وفي اكسرسايز راح تساعدك تتعلم عليه. وطبعا بجوز يعني في موقع من اشهر المواقع التعليميه الموجوده في العالم، اي ثينك المفروض او بفترض انه معظمكم تعرفوا او عندكم او استخدمتوه، اللي هو w3schools.com. برضه هذا بكون عليه كثير اكسرسايز وشرح وديسكريبشن كل ما يتعلق بالماده. فاحنا هاي برضه كتب اضافيه، كل هاي المراجع حتكون بين ايديك بالاضافه للباوربوينت سلايد اللي راح اعملها ابلود يعني اول باول في على الاي ليرنينج. تمام. هلا احنا يعني في الكورس، حد عنده اي سؤال سو فار؟ حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ دكتور مثلا بس البرمجيه راح نشتغل عليها ايش؟ ما لسه بحكي لك، احنا يعني ما راح نعتمد برمجيه محدده، راح نكتب الكود باستخدام التكست باد او النوت باد وبعدين نعمل له رن بطريقه اللي هي بسيطه، اللي نعمل سيف از اللي هي اتش تي ام ال ونعمل صفحه رن للصفحات. ليتر اون ممكن نعتمد على اكثر من برمجيه، في عندنا كثير برمجيات ممكن نعتمدها، بس مبدئيا غالبا يعني راح نستخدم الطريقه التقليديه او الطريقه زي ما بحكي الطريقه اللي هي نكتب الكود. اوكي بس ثواني اجاني مسج. في مشكلة بالرابط باي ذا واي، يعني حدا واجه مشاكل بالرابط اللي بعته تبع الزوم؟ يعني اي ثينك ما انكم كلكم داخلين. طيب رد ببعث لها اياه. طيب هلا الايفالويشن راح يكون زي ما انتم عارفين يعني سو فار، اذا اجانا تعميم. هلا حسب القرار التعليم العالي في الامتحانين كتابيات في الجامعه اللي هو ميد تيرم من 30 علامه وفاينل اكزام من 50 علامه، بصفي عندنا اللي هو 20 علامه للاساينمنتس. راح نعمل تو اساينمنتس، كل اساينمنت ب 10 علامات. ويعني هذا الموضوع الايفالويشن تقسيمته مش فاينل، ممكن تتغير شوي، ممكن جزء يكون منه راح يكون للبارتيسيبيشن او للاتندنس باي ذا واي. ف بتمنى انه الكل يكون حاضر، يعني كل اللي عنده قدره يحضر. احنا طبعا ما راح نعمل يعني سو فار ما عندنا حرمان على الغياب، ما راح نعمل بالطريقه التقليديه المحاضرات وحرمان، بس ممكن نعمل علامات على الاكثر التزاما وعلى يعني اللي بيكون موجود في المحاضرات. وبنفس الوقت يعني انا نصيحتي الاخويه لكم تقبلوها، انه مثل هاي الكورسات يعني حرام انك تغيب، او يعني مش صح انك تغيب او ما تحضر، لانه اشياء بسيطه ممكن انت تقول بتعلمها العالي بس بالمحاضره بتسهل عليك الامور اكثر.
وغالبا محاضرات الزوم راح تكون اكثر مور لايك ديسكشن مور لايك اكسرسايز، فبالتالي فرصه انك تحاول يعني تشتغل شوي بشكل عملي مش بس انه نصي، لانه راح غالبا راح اسجل لكم محاضرات شرح للتشابترز واعملها ابلود على اليوتيوب، فبصير عندنا فرصه محاضره الزوم نعمل ديسكشن ومراجعه على الاشياء اللي بناخذها في المحاضرات العاديه. تمام، لهاي الديتيلد توبكس اللي راح نغطيها. كل توبك طبعا يعني راح يكون فيه له باوربوينت او يعني مغطى بالسلايد، يعني راح نحاول نبدا بهذا الجزء الاولاني الانترودكشن تو انترنت ممكن نغطيه يعني اشياء بسيطه، بعدين بنبلش نعمل البيسك كونسبت اللي هي هاو تو بيلد ويب بيج باستخدام ال HTML5، بعدين الكاسكيدنج ستايل شيتس، بعدين الجافا سكريبت. تمام، هيك تقريبا يعني احنا كل ما يتعلق بالماده مبدئيا از انترودكشن حكينا فيه. راح اعمل لكم زي ما حكيت فيديوز على اليوتيوب، راح اعملها ابلود على الشانل، في شانل انا عندي يعني بعمل عليها ابلود، وراح اعمل لكم اللينك راح يكون موجود على الاي ليرنينج. يعني انت في الاي ليرنينج راح تدخل راح تلاقي الباوربوينت سلايد، راح تلاقي البوكس الاي بوكس، راح تلاقي اللينكس للمحاضرات واللينكس للريكوردد فيديو او اللي هو الفيديوهات اللي بسجلها على على اليوتيوب. تمام، حدا عنده اي سؤال اي استفسار؟ بس دكتور معلش ما سمعتك، ايش بدك تسجل محاضرات؟ هلا في على اليوتيوب راح اسجل تشابترز، يعني امسك تشابتر واعمل له شرح وارفعه على اليوتيوب. تمام، هلا المحاضرات بصراحه يعني مش عارف، في بجوز محاضرات نسجلها في محاضرات ما نسجلهاش، بس باي ذا واي يعني هو انا ما بحب يعني بصراحه اسجل، انا يعني ما عندي مشكله اسجل محاضره وارفعها على اليوتيوب، بس المشكله انه في بعض الناس راح يستغل الموضوع يقول لك انا ما فيش داعي احضر خلاص المحاضره موجوده على اليوتيوب، فانا ما بدي تكون عذر او سبب انه الناس تصير تغيب عن المحاضره. يعني المحاضرات راح تكون كل واحده بمحاضرتها بوقتها، ما في بالمره ولا شيء تسجيل طول الاسبوع؟ انت شكلك مش فاهم علي. هلا التسجيل راح اعمله، بس المحاضره اللي هي زي ديسكشن اللي هي التفاعليه اللي هلا عاملينها هاي راح تكون ايش ديسكشن. هو هلا في ممكن مرات اعملها ريكورد، مرات ممكن ما اعملها ريكورد. تمام وصلت. بس في تسجيل، يعني راح اعمل تسجيل للتشابترز راح تكون موجوده على اليوتيوب، بس انا الفكره زي ما حكيت لك يا انس انه الفكره انا بدي الناس تحضر، ما بدي خلاص والله فرصه المحاضره مسجله وفي على اليوتيوب كمان تشابترز مسجل، فبالتالي انا ليش احضر خلاص بصير اتابع لحالي. لا انا بيهمني بصراحه الديسكشن، بيهمني المتابعه. وصلت؟ تمام دكتور وصلت، شكرا لك. العفو يا انس. حد عنده اي سؤال اي استفسار ثاني؟ عنده اي استفسار؟ حد عنده اي سؤال اي شيء يتعلق بالماده؟ تمام، يعني بما انه ما في اسئله ما في اي استفسارات، انا يعني اليوم بس راح ناخذ السيلبس ان شاء الله المحاضره القادمه. طبعا اللينك اللي بعثت لكم اياه اليوم اللي هو ريكيرنج ميتنج يعني راح يكون هو نفسه، كل محاضره راح تدخلوا على نفس الموعد بنفس اللينك، يعني انت سيف هذا اللينك عندك موعد المحاضره على الساعه 12 وندخل على نفس اللينك. تمام، وانا ان شاء الله راح اصير ابعث لكم ريمايندرز للمحاضرات، في حال صار مثلا يوم ما عندي بدي اجل محاضره بديش اعطي كذا ببعث لكم يا المسج. يا ريت التواصل يعني عشان نسهل على بعض، ممكن تتواصلوا معي عن طريق الايميل مباشره، ايميلي هي موجود سهل يعني ali.zed هي اوكي، او عن طريق الاي ليرنينج بتدخل على صفحه الماده الاي ليرنينج تبعث لي مسج. تمام، وانا ان شاء الله في اقرب فرصه باقرب وقت برد عليكم بحسب استفساركم حسب الحاجه اللي انتم بتشوفوها. اوكي، فاي شيء بصير معكم اي كذا بدك تتواصل معي باي طريقه الايميل موجود بتقدر تبعث لي باي وقت بدك اياه. تمام، واذا اضطرت الحاجه مثلا بدك تحكي معي من نسق انا وياك يا على الزوم يا بنلاقي طريقه للتواصل مع بعض. تمام، حدا عنده اي؟ يعطيك العافيه دكتور. هلا الله يعافيك. في لانا دكتور. دكتور الله يعافيك. في جهاد بس ثواني. في ساعات مكتب ممكن يجي على مكتبك بالجامعه، للاسف انه حسب القانون هلا ممنوع الطلاب يدخلوا على الجامعه.
تمام. اذا صار اي تعديل او اي ابديت انه في ساعات مكتبيه راح ابلغكم ان شاء الله، بس مبدئيا لا للاسف يعني راح يكون التواصل فقط عن طريق الايميل عن طريق الاي ليرنينج، واذا في اي شيء انا بقدر اساعدكم فيه مش راح اقصر ان شاء الله. تفضل دكتور. ممكن اغلبك بس شو البرمجه اللي راح نشتغل عليها؟ الفيجوال ستوديو؟ ما مبدئيا لا مش راح نعتمد اي برمجه، راح نكتب كود باستخدام التكست باد او النوت باد يا جهاد. ايوه تمام. يعني هلا انا عارف التصميم المواقع في الفيجوال ستوديو في كثير سوفت وير سهل وبيعمل لك بس احنا الفكره انه نتعلم البيسكس بحال ما انا عندي هاي السوفت وير او هاي البرمجيه اقدر اكتب كود. تمام. بس في بقدر استخدمها لحالي يعني؟ هلا انت لحالك اذا طلبت منك اساينمنت الا اذا انا قلت لك لا تستخدم او كذا، بس انت يعني وبالاخر انا ما بقدر امنعك يعني هذا انترنت وفضاء مفتوح وسوفت وير ومواقع حتى W3 Schools موجود فيه عليه اكسرسايز موجود عليه كودات، هذا الحكي انا ما عندي مشكله فيه. انا اللي بيهمني انه لو جبت انت كود تكون فاهم. اوكي تمام، يكون عندك قدره انك تكتب الكود مش انه بس والله انا اخذ الكود من هون ومن هون يعني فاهمني. وصلت. وصلت فهمتك. تمام. هذا عندي أي سؤال؟ الله يعافيك يا جهاد. بدل النوت باد نستخدم السب لايم؟ ما في مشكلة يعني، أنا بصراحة بعرفش السب لايم لسه، بشوف عنه شو وضعه برد لكم خبر، بس أنا يعني مبدئيا ما عندي مشكلة بأي شيء، مهم نكتب الكود. تمام. يعني للأسف كنت كثير متحمس إنه المحاضرة تكون بالجامعة وصير انتراكشن ونتعرف عليكم ونتشرف معرفتكم جميعا، خاصة الناس اللي ما بعرفهم أو ما درستهم قبل، بس للأسف قدر الله ما شاء فعل. الله يحميكم ويبعد عنكم جميعا وأهليكم الشر هذا المرض، وعافينا ويفرج علينا إن شاء الله عن قريب جميعا. هذا عنده أي سؤال أي استفسار؟ بما أنه ما في أي أسئلة